اهلا بيكم حبايبي، النهارده عامل لكم شراشيب مجدوله. الشراشيب دي هتعجبكم قوي، هعملها في عينه صغيره قوي وسهل ان انتوا تعملوها في اي حرف، حرف ملابس، حرف ستاير، او حتى سجاد. الشراشيب دي عملتها قبل كده في بلورو بخيط التنجيد، هوريه لكم بعد ما اخلص الوحده. بس عملت فيها الشراشيب متفرقة وعملت طولها 8 سنتش. عملت ايه بعد ما عملت طولها 8 سنتش؟ طبعا انا بلفها كلفات كتير. تبقى عملت ايه؟ عملت اضفت لل8 سنتش 1.5، يعني 8 سنتش و4 سنتش. يعني لما اجمعهم التمانية الاساسية على التمانية اللي اضفتها على النص اللي هو 4 سنتش هيبقوا 20 سنتش، يعني هنعمل 20 لفة. طبعا هتفهموا اكتر لما اعملها عملي، ماشي؟ بعد ما ثبتهم في غرزة الحشو لو قستها تاني هتبقى 8 سنتش. طب افرض انا عايزة اعمل الطول 10 سنتش، طول الشرشوبة، هعمل ايه؟ هعمل 10 زائد 10 زائد 5، يعني 10 الأساسية زودنا لها 10 زائد 5، يعني 1.5 هيبقوا 25. عايزة أقول لكم إن ميزة الشراشيب دي بالطريقة دي بتدي جمال، وكمان بتبقى جامدة قوي، وكمان مش بتتفك، فدي طبعا حاجة جميلة جدا وبتدي ميزة حلوة للشرشوبة، ماشي؟ انا هعمل ايه؟ عملنا الاول حاجه سلاسل في الطول اللي انتوا عايزينه. عملت عواميد، عملت في اول حاجه عواميد غرزه عمود بلفه في كل الغرز اللي احنا عايزينه حسب المقاس المطلوب. في غرزه اهي اهي، هنعمل ايه؟ عند المسطره وهنقيس كده من غير ما نشد الخيط 20 سنتش. هنعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى عملنا 20 مرة لفة، خلاص؟ يبقى عملنا 20 مرة لفة. هنعمل ايه؟ في نفس الغرزة هنعمل حشو، نسند كده اهوت، نسند بايدينا كده الخيط وبعد كده نسحبه، خلاص اهي. هنعمل في الغرزة اللي جنبها، نعمل حشو، حشو عادي خالص، ونروح قايسين على المسطرة 20 سنتش. هعمل 20 لف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خلاص عملت 20 في نفس الغرزة، ونمسك دي كده، نسند كده بايدينا الشغل. هروح صاحبة دي واسحب معاها دي اهي بالشكل ده، ماشي؟ كله بالشكل ده، مفيهوش اي حاجة. يبقى الغرزة اللي جنبها هنعمل حشو، وبعد ما نعمل حشو هنعمل كده اهو، هنعمل 20 مرة لفة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 في نفس الغرزة بنعمل حشو. هعملها لكم تاني، في اللي جنبها هنعمل حشو ونشد خالص كده اهو، هنعمل 20 لفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. في نفس غرزة الحشو بنعمل، بنشد الفتلة كده، نعمل كده ونروح شادين الفتلة كده. بعد ما الشراشيب خلصت، شوف شكلها جميل ازاي. لو قسناها، لو قسنا كل شرشوبة هنلاقيها 8 سنتش، ماشي. ياريت بس اهم حاجة واحنا بنعمل اول سلسلة اول صف نرخي ايدينا، عشان الغرزة بتبقى جامدة قوي، يعني دي الشغل ده بيبقى مرخي والغرزة جامدة. خلصتها لكم وعملت 3 اسطر تاني عمود بلفة. ودي كده البلوزة اللي انا عملتها، اهي زي ما قلت لكم زي البلوزة البيضة اللي بغرزة فيليه، اهي نفس الوردة بس وردة واحدة بس على جنب. لكن طبعا البلوزه البيضه عملتها لكم كلها ورود زاجي. فكده ده بخيط الصياد زي ما قلت لكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه عشان اقدم لكم كل جديد.